طنجة ومشاريع الاستثمارية. مدينة طنجة غيتم تزينها بسبعة ديال الأبراج الجديدة، إطار مشروع استثماري سكني ضخم، وكيتضمن مشروع أبراج كورال، إحداث بحيرة اصطناعية، وثلاثة ديال المسابح، وجوج هكتارات من المساحة الخضراء، بالإضافة للمنتزه وفضاءات أخرى. ومن شأن هذا المشروع أن يشكل إضافة استثمارية مهمة للجاذبية الاقتصادية والسياحية لمدينة طنجة، والساكنة منتزه بزاف ديال الفضاءات الأخرى. الكورال شبه مدينة صغيرة فيها كل ما كتحتاج الساكنة، والمشروع على مقربة من نهاية. في القريب من محطة القطار طنجة كاين عمارة من 15 طابق، شققها مخصصة لمكاتب الشركات، ومن مور المحطة كاين برج بستانة، وغيكون طنجة برجين توأمين من 17 طابق، وقريب منهم تريبل تاوز، التوائم الثلاثة هما برجان وشقيق لهم. هاد الجوج أبراج من 22 طابق، والشقق من 25 طابق، وفي طنجة كيتحدثوا الناس على أبراج من 30 طابق قريب يتم إنجازها. مدينة طنجة كتوصف مدينة طنجة الواقعة على مضيق جبل طارق في منطقة كتلتقي فيها قارة إفريقيا بأوروبا، بأهمية استراتيجية من وقت طويل. وحيث المدينة حكموها حشود من الغزاة اللي تولوا عليها بزاف ديال القرون، كان منهم الرومان وقبائل الواندال والبيزنطيون والعرب والبرتغاليون، فهي مدينة كيرجع تاريخها لألفي عام ونص، اللي خلاها إحدى أقدم المدن في شمال إفريقيا. ومن أكثر المناطق الحيوية في المدينة كاين المدينة القديمة والقصبة والبازارات والأسواق، وكيف ما كيعرف الجميع فشواطئ المدينة كتمتع بسحر جميل. وما نسوش باللي في القرن الماضي ولات طنجة بقعة كيقصدوها الأثرياء من جميع أنحاء العالم. وجودها على مقربة من أوروبا جعلها مركز تجارية ومحطة كتربط بين حضارات كثيرة ضاربة في عمق التاريخ، واللي مر بها الفينيقيون والبونيقيون والرومان والواندال وغيرهم، وما زال كتحتفظ بآثار شاهدة على هذا الشيء. كتمتلك المدينة معالم تاريخية وطبيعية جعلتها قبلة سياحية متميزة، ومن هذه المعالم أسوار المدينة العتيقة الممتدة على طول 2200 متر، واللي كتحيط بالمدينة العتيقة وحي القصبة ودار البارود وجنان قبطان وواد أهردان وأيتيدير. ودعمت هاد الأسوار اللي ترممات أكثر من مرة بأكثر من أربعة أبراج ولها سبعة ديال الأبواب. من معالمها كذلك مبنى السفارة الأمريكية اللي كاين على أرض أهداها السلطان مولاي سليمان الأول في 1821 الولايات المتحدة، وكتعتبر أقدم مقر دبلوماسي أمريكي في العالم، وهي المعلمة التاريخية الأمريكية الوحيدة اللي كتوقع خارج أرض الولايات المتحدة. وقبل ما تكمل الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدير لايك، حيث هذا بمثابة دعم لنا باش نستمروا في نشر المزيد إن شاء الله. تم تحويل المبنى سنة 1976 لمتحف كيستعرض تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة والمغرب العربي، وكيضم لوحات فنية من التراث المغربي والأمريكية، بالإضافة لوثائق تاريخية مهمة وتحف ومنحوتات. أهمية مدينة طنجة الإدارية: كتعتبر مدينة طنجة من أكبر المراكز لدولة المغرب، وفيها أكبر المؤسسات الحكومية، كيف ما كيتوفر فيها 78 مصنعاً كيعمل في مجال الملابس. والميناء طنجة أهمية كبيرة في الاستيراد والتصدير، وهي مركز استراتيجي لقارة إفريقيا، وكيتوفر فيها أكبر المراكز التعليمية كقاعات الفنون والمسرح والموسيقى. أصبحت مدينة طنجة المغربية أهم مراكز التجارة والصناعة في شمال إفريقيا، لا سيما وأنها أقرب مدينة عربية وإفريقية إلى أوروبا، وهي مشهورة بمرفأ ضخم ومناطق صناعية وخدماتية محيطة بها وقريبة منها. شهدت طنجة بعد اعتلاء الملك محمد السادس عرش المملكة المغربية سنة 1999 تحولات كثيرة نقلتها من مجرد مدينة عادية مهمشة فترات الحسن الثاني إلى واحدة من أكبر المدن المغربية وأفضلها. وشهدت فترة الملك محمد السادس إنجاز العديد من المشاريع في طنجة، إلا أن ثلاث مشاريع كبرى هي اللي ساهمت بشكل كبير في التحولات اللي عرفتها المدينة من الناحية الاجتماعية والديمغرافية والاقتصادية. أولاً، ميناء طنجة المتوسط. كيتعتبر ميناء طنجة المتوسط من المشاريع العملاقة في عهد الملك محمد السادس، وساهم في افتتاحه في سنة 2007 في جلب أنظار العالم والتجارة البحرية إلى طنجة.
هذا المشروع كان له أثر كبير في النمو الاقتصاد في طنجة بشكل واضح، وانتعشت التجارة الدولية بين المغرب والعالم عبر طنجة، وساهم في جلب استثمارات كبيرة كان لها أثر كبير في تغيير ملامح طنجة. ثانياً، مصنع رونو نيسان. افتتاح مصنع رونو نيسان بالمنطقة الصناعية طنجة المتوسط في سنة 2012، واللي كي تعتبر بمثابة الشرارة اللي دفعت بالنمو الديموغرافي الهائل اللي عرفته المدينة. المشروع وفر أزيد من 6000 فرصة شغل، وساهم في جلب العشرات من الاستثمارات العالمية في قطاع السيارات، وهو ما يعني استقطاب الآلاف من اليد العاملة. انتعاش فرص الشغل بطنجة أرفع الهجرة لها من كافة مناطق المغرب، الأمر اللي أدى لنمو ديموغرافي في طنجة باش تصبح من أكبر المدن المغربية من حيث النسمة السكانية. ثالثاً، طنجة الكبرى. مشروع طنجة الكبرى اللي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته في 2013 كان له الأثر الأكبر في تغيير ملامح طنجة في مجال البنية التحتية في اتجاه أفضل. تم تجهيز وتحسين الطرقات وبناء الأنفاق الأرضية وإصلاح الشوارع والفضاءات العمومية وبناء الأسواق والمراكز التجارية الكبرى وعدد من المرافق الأخرى. لكن أبرز منجزات مشروع طنجة الكبرى واللي اعطت صورة أخرى مغيرة لمدينة طنجة هي إعادة تأهيل ميناء المدينة وتحويله إلى مارينا وإعادة تهيئة الكورنيش، وهما إنجازان غيرا من صورة المدينة بشكل كلي. وفي القريب كتستعد مدينة طنجة للدخول نادي المدن اللي كتوفر على أبراج عملاقة. وما تنسوش تشاركوا معنا آراءكم واقتراحاتكم في الكومنتار. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس ودير لايك، حيث هذا بمثابة دعم لنا باش نستمروا في نشر المزيد إن شاء الله.